السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى نلقاكم في احسن حال. عيدكم مبارك سعيد. اليوم غادي نقدم لكم واحد الاكله تقليديه اللي هي المروزيه. نبداو على بركه الله المقادير. عندي هنايا 2 كيلو ديال اللحم ديال الغنمي، ملعنقره هانتوما، عندي هنايا واحد 6 ديال الفصوص ديال الثوم، معلقه صغيره ديال السمن منسم بالزعتر، عندي هنايا 2 معالق ديال راس الحانوت، معلقه كبيره ديال الجنجم، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره مع مرش مزيان ديال الفلفل الاسود، معلقه كبيره ديال الكركم، عندي زلافه صغيره ديال الزبيب، هذه كبيره ما عمرتهاش مزيان، عندي شويه ديال الزعفران الحر ديال درتو في الماء باش يطلق، عندي هنايا 3 المعالق ديال العسل، هنا كاس ديال الزيت مخلط مع زيت الزيتون، زيت مائده مخلط مع زيت الزيتون. نبداو نرقدو اللحم ديالنا، نوريكم كيفاش. بسم الله، نبداو ندير التتبيله ديالي هي الاولى على اللحم كامله هكذا. ندير السمن، ندير الثومه، وندير الزعفران اللي رقدته في الماء. من بعد نخلطو مزيان ونخليه يبات في الثلاجة، حيت انا غادي نطيبو الغدا، غادي نخليه في الثلاجة يبات، وانتوما تقدروا تخليوه 4 سوايع حتى 3 ديال السوايع باش التتبيله ديالنا يشربها اللحم باش يجي فتي ويجي لذيذ. هانتوما اللحم اللي رقدتو الليله كامله، نزيد له معلقه ديال القرفه، وندير له الزيت، وندير الماء فاش يطيب، تقريبا نغطي بالماء، نقص عليه النار ونخليه يطيب حتى يولي اللحم فتي طايب كي الزبده، عاد نزيد له الزبيب والعسل اللي قلت لكم. ها هي المروزيه طابت، خدات واحد ساعتين. غادي نزيد ليها الزبيب اللي غسلته وخليته في الماء حتى رطب، وغادي نزيد ليها واحد 2 معالق ديال العسل، وانتم الا كتبغيوها حلوه تقدروا ديروا حتى 4، 3 ديال المعالق تقريبا. وغادي نحركها بهذه الطريقه، هذه مره نحركها بالطريقه هكذا حتى تندمجوا مع بعضياتهم. هانتوما بعد ما درت الزبيب والعسل خليتها حتى شربات وتستا الزيت من اللحم والزبيب، واللي ما بغاش هذاك الزيت يقدر يصفيه ويحيدو ويحطها هكذا. ندير لها اللوز من الفوق، ها هو الطبق ديالي النهائي. كنتمنى ينال اعجابكم، وما تنساوش تتابعوني في الفيديوهات القادمه والجديده، ودائما بدعمكم وبلايك، وشكرا بزاف، ونهاركم مبروك.